ايوه انا لسه كنت عايزه اقول لك، عايزين نتكلم يعني عن البشره لوحدها وكده، الشعر بقى لوحده، بس خلينا كمان شكل البشره كتيره قوي، يعني مسام مفتوحه، دراينس، مش عارفه الناس ممكن اويلي سكين، البشره بتبقى مش صافيه، الناس بتبان اكبر من سنها، هالات سوداء، الحاجات دي كلها ليها يعني اسبابها، بس انا لو عرفت اسبابها وعايزه بقى اعالج، خلينا نتكلم تحديدا عن البشره، ممكن ازاي المكمل الغذائي ده يعني ياثر، وفي نفس الوقت امتى النتيجه بعد قد ايه تظهر؟ ألب مالتي في، ألب مالتي فيت هايل، مكمل غذائي هايل لكذا حاجة في البشرة. احنا بنعاني ايه من البشرة؟ عدم نضارة، وش على طول مصفر، فبتضطري تحطي ميك اب، والميك اب بيداري، اتس نوت كيور، يعني اتس نوت تريتمنت، ده انت حاجه فيك بتحطيها. انا عايزه اروح البيت اغسل وشي الاقي وشي بني ادم تاني بقى. بالظبط. عندك مشكله الهالات السوداء ما بقتش مقتصره على سن كبير خالص، بتلاقي بنات صغيره وولاد صغيرين عندهم هالات سوداء، مشكله التصبغات، البقع اللي ناتجه عن الشمس، الناتجه عن ممكن برضو فقد حديد، حاجات كتيرة جدا. طيب ألب مالتي فيت هيحارب الحاجات دي ازاي ويقدر يقاوم التجاعيد؟ لأنه في حاجتين مهمين جدا جدا ثلاث حاجات، حاجتين ايه؟ ثلاث حاجات مهمين ويمكن أكتر. فيتامين سي، فيتامين سي حلو جدا لأنه هو اللي بيحفز لي على إنتاج الكولاجين، فباستخدام ألب مالتي فيت هنلاقي ان بشرتنا فيها نضاره، هنلاقي في حيويه، هنلاقي مفيش تصبغات، بيجمنتيشنز. معقوله يعني وافكتيف فعلا؟ فيري افكتيف، فيري افكتيف. انا عندي كمان فيتامين اي، بتلاقي ساعات كبسولات الفيتامين اي بنقعد نخرمها عشان نطلع الزيت ونحطه على وشنا، لكن لو نزلنا بالزيت ده على الشمس وشنا هيتحرق. فالأأمن ان انا اخد ألب مالتي فيت اللي مليان فيتامين سي ومليان فيتامين اي، هيقاوم التجاعيد، هيعالج الهالات السوداء، هيعالج التصبغات، هيوحد لون البشره وهيخلي شكلي طول الوقت اصغر من سني. حلو قوي. عندي كمان الزنك مهم جدا جدا برضو للبشره، عندي فيتامين بي كومبلكس، وهخص في البشره الكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12. فيتامين بي 12 مهم جدا جدا، لان فيتامين بي 12 هو المسؤول عن انتاج كرات الدم الحمراء، فمش هيحصل لي فقر دم، مع نسبه الحديد لازم تبقى كويسه في الدم اكيد. أوكي. والحلو في فيتامين سي ان هو بيعلي لي امتصاص الحديد. كلنا او معظمنا عندنا انيميا، لان بناكل حديد لكن لا يمتص. ايه اللي يخلي الحديد يمتص ونمنع الانيميا؟ وجود الفيتامين سي. الحديد بيحب، معلومة مهمة قوي على فكره، الحديد بيحب جدا فيتامين سي. اوكي. من غير فيتامين سي الحديد لن يمتص. فمهم جدا ان انا عشان ما اعانيش من فقر دم او اعاني من انيميا ويبان على وشي وشعري يقع، لان شعر عايز حديد وبروتين مع ألب مالتي فيت، يبقى هستخدم ألب مالتي فيت كل يوم مره واحده في اليوم، ما حدش يفرط لي في المكملات الغذائيه. لا النتيجه حلوه، طب يلا نزود. لا لا، مرخص من وزاره الصحه، مرخص من هيئه السلامه الدوليه، لكن ما ينفعش الافراط، هيتاخد قرص واحد او تابلت واحد على ميه كتير، لانه الفيتامينات اللي فيه قابله للذوبان في الماء عشان المعده تقدر تمتصه بشكل سليم. اي وقت في اليوم ولا مع وجبه معينه او المصحى؟ أو ممكن اول ما تصحي بعد الفطار، بعد الغداء، بس المكملات الغذائيه بيبقى احسن في النهار، لان هي بتديكي طاقه، كلنا عايزين طاقه الصبح. صح. عايزين ننزل شغلنا، عايزين نمارس حياتنا، عايزين نعرف نتعامل مع الاخرين، ما بقاش عندي كسل، عايزه احقق اهدافي. فباخد ألب مالتي فيت عشان يدعم لي المناعه ويدعم لي الطاقه ويحمي صحتي ويحسن من مظهر يعني الشعر. كمان بيحسن الصحه، مش بس فكره هنا مكمل غذائي جمالي، لا انت بتتكلمي كمان بيدي طاقه، الفيتامينز ان جنرال الجسم محتاجها، هو يعني بيدعم الجسم بيها او بيغذي الجسم بيها. فيتامين سي مهم للطاقه، انت عندك الزنك ومهمين للمناعه، احنا مهم جدا ده الفتره دي احنا محتاجين ده اصلا، يعني فعلا هو الفتره دي عشان فتره الاوبئه وكل الفترات، يعني مهم جدا ان احنا ندعم جهازنا المناعي. صح. بالمكملات الغذائيه، وانا بنصح بهذا المكمل الرائع ألب مالتي فيت اللي فيه كل المعادن والفيتامينات اللي تقدر تعزز مناعتي. لازم اعزز مناعتي، انا هعزز مناعتي يعني هقي نفسي من الامراض، هقي نفسي من الفيروس والبكتيريا،
هقي نفسي من نزلات البرد، هقي نفسي من الالتهابات، وهيبقى شكلي حلو وشعري حلو. هتلاقي عندك ثقه في نفسك، والراجل يبقى عنده ثقه في نفسه وعنده طاقه عشان يعرف يشتغل، مهم جدا. على فكره كمان يعني ما نقدرش نقلل من الرجال ان هم معاناتهم، معاناه الرجال من كمان تساقط الشعر على فكره كتير جدا، نعرفهم في عائلتنا وفي اصدقائنا ومعارفنا بيعانوا من المشكله دي، لكن يمكن هم مش بيدوها الاهتمام اللي السيدات يعني بيعملوا بيه، ولكن لا المشكلة عامة. يعني ولاد كتير في سن صغيرة بتلاقي شعرهم بيسقطوا بشكل غريب جدا، هم دايما الرد المعتاد وراثة، لكن اكيد ليها اسباب تانية الناس ممكن تكونش عارفاها. بيبقى فيه اسباب وراثيه طبعا طبعا، واسباب الوراثيه لو هتكلم على الصلع الستات ما بتصلعش، ده حاجه اخدناها كده حاجه لينا الحمد لله يعني طلعنا ربنا ان الستات ما عندهاش جين الصلع، تبقى مشكله دي. لكن الراجل عنده جين الصلع، لكن لو عرف ياخد الالب مالتي فيت قبل ما يصلع، لان لو حصل صلع للولد او الرجل لا غنى اكيد عن زراعه الشعر. بس عشان احمي نفسي من أيوة ان انا ادخل لعمليه زراعه الشعر، ان انا اخد الب مالتي فيت هيدعم جدا البصيلات، هيغذي البصيلات، فما بيحصلش صلع. لكن الستات لا، ممكن يبقى عندها جين تساقط شعر، شعر ضعيف، لكن ما عندهاش جين صلع، الا لو كان عندها امراض مناعيه. مرض مناعي بيعمل الوبيشيا، لكن ده مش جين، فدي حاجه مهمه. وحضرتك بتاكدي ان الفيتامين ده ما فيش جسم يرفضه، يعني ده ما فيهوش اي مشكله، ده مكمل غذائي امن جدا طبعا. اي سن اي حد ممكن ان هو ياخده، حتى المراه الحامل ممكن ان هي المراه الحامل، المراه اللي بترضع، اي حد مرخص. انت وانس انه مرخص يبقى اتحط في تستات كتيره جدا. لا يمكن هيئه سلامه الغذاء تديني ترخيص غير وهي عارفه انه امن 100%. وانا بنصح ان اي حد ما يحطش حاجه في بقه او حاجه يحط يحطها على بشرته او على شعره غير هي واخده ترخيص من وزاره الصحه المصريه او هيئه سلامه الغذاء. كويس جدا. طيب معلش انا اسئلتي كتير شويه، الموضوع هاممني انا شخصيا. يعني اخذنا المكمل الغذائي واستمرينا عليه، امتى بقى ابتدي احس؟ يعني هو الكورس 3 شهور صح كده ولا ايه؟ انا بنصح ان الكورس ان المكمل الغذائي يستمر معانا، يبقى ديوريشن. لان الكونسنتريشن بتاع الحاجه ما نخافش منها، الكونسنتريشن معقوله جدا، واحنا محتاجين ده لايف ستايل لايف تايم. انا محتاجه يوميا فيتامين سي. يمكن كمان كان في عالم كيميائي اسمه لونس باولينج، واخد جايزتين في علم الكيمياء، عمل دراسات على الفيتامينات والمعادن، وقال كلمته المشهوره، قال لك لو اي بني ادم توصل للمعدن الناقص والفيتامين الناقص هيقي نفسه من امراض كتيره جدا. انا عندي الب مالتي فيت هيحمي من امراض القلب لانه بيظبط لي نسبه الكوليسترول، عندي كالسيوم، الكالسيوم مهم، كالسيوم ومغنيسيوم الاثنين مهمين للانقباض للعضلات وانبساطها، وعضله القلب محتاجه الكالسيوم عشان الانقباض ومحتاجه المغنيسيوم عشان الانبساط. فانت بتقي نفسك من امراض القلب، بتقي نفسك من ارتفاع ضغط الدم، بتحمي نفسك من لو عندك سكر، بتحمي نفسك من ظهور السكر، لان الفيتامينز او فيتامين سي بيعدل نسبه السكر في الدم. فانت عندك مهم جدا انك انت تستخدميه لايف تايم. كويس يعني يبقى اتس لايف تايم، يعني زي ما الدكتور دينا بتتكلم. طيب امتى ابتدي احس بالنتيجه؟ انت عارفه احنا متسربعين، يعني اخدت دواء النهارده عايزه بكره اخف، اخدت فيتامين عايزه تاثيره يبقى يعني من تاني يوم. فبعد قد ايه ممكن فعلا السيده او الرجل اللي بيستعمله يحس بقى ان ابتدى فعلا البشره اتحسنت، الشعر ابتدى ان هو يطلع اكتر، يتقل، يطول؟ مفيش حاجه بناخدها النهارده وبكره يبقى المشكله اتحلت. انت بتاخدي حاجه اورالي سيستميك، بيبقى تراكمي، يعني انت كل يوم بتاخدي قرص فبتعززي، لو هنتكلم على الشعر وكده بتعززي البصيلات الشعر. ممكن الاقي نتيجه حلوه جدا في خلال اسبوعين، حلوه قوي، هلاقي نتيجه في شعري بطل يقع. وطبعا لازم ناخد بالنا من الصبغات اللي احنا تبقى امونيا فري، بلاش شد الشعر، الديل الحصان. أيوة ده صح، بيوقع، بيبوت بصيله الشعر. بلاش نغسل شعرنا كل يوم مع الب مالتي فيت، يعني الب مالتي فيت ومع الحاجات التانيه اللي لازم نمشي عليها. هنشوف نتيجه في امتى؟ هنشوف نتيجه في خلال اسبوعين لتحسين الشعر وتحسين البشره. المناعه والطاقه بتشوفيها على طول. هايل جدا، كويس قوي.